وبعدين بقى في الوقت كله محبي حب علي جرى امسح دموعي في مطلوب حب. اهلا انت شرفت. مساء الخير. ازيك عامله ايه؟ مرتب مرتب يا ابني سيبني انت كل يوم هتيجي وش الفجر وجاي بتتطوح يا اخي حرام عليك الناس بتستنقد علينا. لا هو حقك عليا يا مرات ابويا انا مش هاجي بالليل تاني انا خلاص. هو انت عارف ليل من النهار؟ خلاص انا مش هزعلك هاصطبح بالنهار بعد كده طالما الليل مزعلك. هو انت تفرق معاك ليل ونهار؟ ما الليل زي نهار معاك. هو انت دريان بحاجه؟ حتى فلوس المعاش بخلص عليها مش مخلي حاجه لاخواتك. فلوس ابويا؟ هو انا باخد من فلوسك انت يا وليا؟ مش فلوس المعاش دي بتاعت ابويا؟ الله واخواتك مالهمش حق وانا كمان مش عايز اصرف مش عايز اكل واشرب. بقول لك يا وليا ما تزعقنيش بقى ما تزعقنيش بقى وخلي ليلتك تعدي انا عمال بتكلم معاك بالراحه ودخلت احب على دماغك واحب على ايدك. ايه شوف لك شغلانه روح اشتغل زي اخواتك ما بيشتغلوا وجيب لنفسك فلوس للهباب الزفت ده. واشتغل ليه يعني؟ هما اللي بيشتغلوا بيعملوا ايه؟ بيتحكم فيهم اللي يسوى اللي ما يسواش. انا ما بشتغلش انا صاحب مزاج. انت عايز تجنني يا ابني؟ ما كل الناس بتشتغل علشان اكل عيشها كل الناس بتجري على اكل عيشها. ايوه انت عايز ايه دلوقتي بقى في ليلتك اللي مش هتعدي دي؟ عايزك تفوق. يعني ايه يا ابويا يعني هو انت شايفاني ايه؟ انت شايفاني ايه؟ اسمعك تنطقي معايا بكلمة تاني ماشي يا مرات ابويا؟ ماشي. بقول لك ايه امي كده اعملي لي كوباية شاي عشان بقى انت بوظتي لي الدماغ اللي انا عاملها. قومي يلا. طيب هقوم بس روح انت الاول وانا هقوم. يا نهار اسود ومنيل انا خايفه في يوم ما يجي يقتلني. البتاع اللي بيشربه ده مخليه مش طبيعي. اعمل ايه يا رب؟ ماما ماما ايه ده يا حبيبتي مفيش حاجه ده ده ازاي انت ايه اللي منيمك على الكنبه بره كده؟ خايفه. خايفه؟ ايوه. خايفه من ايه؟ خايفه من اخوك مصطفى. راسي راسي. مالك يا ماما في ايه؟ اهدي. صداع. طب مالك؟ طب نروح عند دكتور؟ لا لا دكتور اجيب لك حاجه من الصيدليه. طيب من تحت؟ لا 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 لا. طيب احكي لي في ايه؟ ماله مصطفى؟ ماله مصطفى؟ كل يوم بيجيني الفجر وبيجي بيتطوح واموره بقت صعبه قوي ومش عارفه اعمل فيه ايه. انا خفت منه امبارح هيخلص عليا. ده امبارح كان جاي مش طبيعي مش عارفه اعمل ايه يا ابراهيم. والله يا ماما مصطفى ده حكايته حكايه. يا ابني انا بعاملكم كلكم وكانكم ولادي ومش مقصره معاكم وابوه موصيني بس مش عارفه اعمل ايه فيه. اوديه مصحه ولا اعمل ايه؟ انا مش قادره عليه وانا تعبت وانا صحتي مش على. طيب بقول لك ايه ما تسيبهولي انا اتكلم معاه. لا اوعى اوعى تتكلم معايا يا حبيبي ده شراني ده ما بعرفش ابوه ولا اخوه ولا حد. انت تدخل وتقفل الاوضه عليك وسيبني احاول ان انا اتصرف بس اوعى انت تتكلم معاه لانه صعب صعب ربنا يستر. يا ماما ما الموضوع ده لازم يتحط له حل. عامة ما تقلقيش انا عايزك انت بس تهدي وكل حاجه هيبقى ليها حل. انا دلوقتي هدخل اقفل عليا اوضه زي ما انت قلت عشان عندي اوراق عايز اخلصها عشان الماجستير. ادعي لي يا ماما. ربنا يوفقك يا رب ويكرمك ربنا يسترها عليك. عايزك تهدي وكل حاجه هتبقى تمام. اسمعني ربنا. ايه اسمعني؟ عايزه حاجه؟ لا سلامتك. ابراهيم رايح السوق. تعالى يا دكتور ابراهيم رايح فين؟ ازيك يا مصطفى عامل ايه؟ قاعد من شافك محدش بيشوفك ليه؟ معلش الكليه بقى. انت ايه مالك؟ انت كويس؟ كويس انت كويس؟ انا الحمد لله كويس يا مصطفى. زي الفل يعني؟ هستأذنك بس عشان عندي ماجستير وفيها مراقبة. تعالى بس كده وانا مش بكلمك
لا يا مصطفى ما بشوفش من غير النضاره يا مصطفى. ايه الحلاوه دي؟ حد يخبي العيون الحلوه دي؟ ربنا يخليك يا مصطفى، بس انا ما بشوفش من غير النضاره، معلش يا مان. النضاره دي تعمل لها كام؟ تعمل لها كام؟ لا يا مصطفى ما مش للبيع دي يا مصطفى. ايه يا مصطفى في ايه؟ معلش اثبت. ايه؟ يا مصطفى معكش فلوس يا دكتور؟ معلش اي حاجه يا مصطفى. ازاي يعني معلش؟ بس عايز النضاره بس عشان ما بشوفش من غيرها يا مصطفى. طب بقول لك ايه؟ انت مش هتتحرك من هنا غير لما تطلع قرشين من معاك. مصطفى معيش فلوس يا مصطفى. فتش نفسك بقول لك. ايه؟ هو بس كده هفتشك. بس سيبه. ماما استني بس ما يعرفش. سيبه اخوك، سيبه في حاله. طب انا محتاج قرشين، فتشي نفسك. خليه يشوف مصلحته. ادخل انت يا ابراهيم. خد النضاره يا ماما مني. النضاره. هو بس كده ما خدش منه حاجه. خد يا حبيبي وادخل. ايه؟ خليه يشوف مصلحته، مش يبقى صايع زيك. يمكن انت كده قمرت ابويا عشان انت عارفه انا كلمتك في ايه. ما تكلمهاش كده. مفيش حاجه يا ماما، انا كويس. ادخل انت يا حبيبي اوضتك. ما انا كنت داخل يا ماما. طيب معلش سيبه. لا راجل، طب بص لي. ماشي سيبه معاك بعدين يا دكتور ابراهيم. ادخل يا ابني. ماشي يا دكتور. يا حضر الماجورستير. ماشي يا اخي. حرام عليك، انت هتفوق امتى؟ اقفل على نفسك الاوضه كويس يا دكتور. ها انا ممكن اكسر الباب، خلي بالك. ازاي يعني الكلام ده؟ ما انا ما معيش فلوس، يعني هتصرف ازاي؟ طب هات الحاجه وانا هبقى اديك فلوس. يا عم انا دماغي بتاكلني. بقول اعمل ايه دلوقتي؟ خلص عليك ولا كلمة. خلاص خد هنا. افتح الباب. لا مش هفتح، انا هكلم اخوك هو اللي هيعرف يجي. افتح هديك الذهب بتاعك. افتح الباب هديك الذهب بتاعك. احمد الذهب اللي انا خدته كله اهو اهو، ده كل الذهب. تمام كده. بتسرق امك يا مصطفى، بتسرق امك. ايه مالك يابا؟ لما مفيش اي حاجه، ما انا اديتك الذهب اهو، كل الحاجه اللي انا خدتها. عامل لي بلطجي في البيت. ما تقصدش يا احمد والله. ما تقصدش والله. وحياة أمي اللي عرفك يا مصطفى. شربت بقى كام سجارة بقى عشان تعمل الشقاوة دي بقى في البيت؟ ما عملتش حاجة، أنا كنت لسه هشرب. كنت لسه هتشرب. ما أنا بطلت يا أحمد، بطلت خلاص. بطلت؟ أه. ما هو باين على عينيك يا حبيبي أهو إن أنت بطلت. لا جدع يا مصطفى. لا بطلت. قبل ما أبطل بقى أنا جايب سجارة، بس سجارة إيه؟ عندك إيه بقى؟ هو أنت معاك حاجة؟ سجارة 100 100 حشو. فين طيب؟ إيه؟ فين؟ فين؟
استني بقى النهارده يوم كده جميله، تغسل وشك وتحضر لنا بقى الحضور حلو كده عشان ايه نخطبوها بره. رايك الحاجه اللي معاك تمام يعني؟ تمام قوي. تمام ماشي قوي يا مصطفى. ماشي يا احمد هستناك. ماشي هغير هدومي وجاي لك اهو. هذا اللي سيبيه لما انا جاي في الطريق كلمت ايه زهر هتيجي تعمل. نخلص بقى من الهم ده عشان انا اتخنقت من الهم اللي احنا فيه ده، القرف اللي احنا فيه ده، كل يوم يسرقنا ويخبط فينا. لما ييجوا اياك تتدخلي، لا تقولي لي ابني ومش ابني ورحمه امه اللي هندمها على اللي بيعمله ده قدامي بقى. خليه سيبني يا امي، سيبني احمد والنبي. خلي بالكم مني، امسكوه كويس يا احمد. ادخلي قسما بالله لو سيرته جت تاني قسما بالله هد البيت باللي فيه. ادخلي جوه، يلا ادخلي جوه. المخدرات مش بس بتدمرك انت لوحدك، المخدرات بتدمرك انت وكل الناس اللي حواليك وبتحبك. الحق نفسك قبل فوات الاوان. الرسالة دي مهمة يا جماعة، ياريت كلنا نعمل شير نوصل الفيديو لكل الناس.